حقيقة العراق يمر هذه الأيام بأزمة سياسية معقدة ومتشعبة، لا سيما هناك طرفين هو التيار الصدري والإطار التنسيقي، لهم وجهات نظر مختلفة، وهذه وجهات النظر وتصادم هذه وجهات النظر أدت إلى هذا الانسداد السياسي. وهذا الانسداد السياسي قد يجر إلى يعني أجواء أخرى غير مقبولة في الوسط الشعبي والإقليمي والدولي، قد تؤدي إلى حالات أخرى لا تحمد عقباها. ولهذا ظهرت العديد من الحلول والمبادرات من قبل السيد الكاظمي، وكذلك هناك رسالة سماحة السيد عمار الحكيم إلى سماحة السيد مقتدى الصدر، وكذلك العديد من الأفكار الأخرى. حقيقة بالنسبة لتغريدة السيد محمد صالح العراقي وزير القائد مقتدى الصدر هذا اليوم، كان فيها نوع من المقبولية بالنسبة لثلاثة أطراف. الطرف الأول هو أنصار ومتعاطفي التيار الصدري، وثانيا الفئة الأخرى هي فئة المستقلين التي ظهرت في ساحات الاحتجاجات عام 2019 في تشرين، والطرف الثالث هي المرجعية الرشيدة، أنه المجرب لا يجرب. ولكن مثل ما تعرفون هذا الطلب يعني بترك العملية السياسية لكل السياسيين ولكل الذين شاركوا منذ عام 2003 وإلى حد الآن، فيها وجهة نظر من قبل الإطار التنسيقي، لا سيما ربما أغضبتهم. لا سيما أنه الإطار التنسيقي فيه كتل سياسية مهمة يعني ظهرت منذ عام 2003 ولحد الآن، وكذلك يعني لديهم قاعدة شعبية في الشارع العراقي، ولديهم تنظيمات حزبية، ولديهم ماكينات إعلامية وإلى آخره.